انت لسه ما نفذتش قرار النادي يا حسين. ايه ده؟ ايه ده؟ انت اتكلمت معاك يا حسين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايزه تعالي وايه ده؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ عودة بعد التوقف الدولي، بس المرة دي احنا اللي كنا محتاجين التوقف ده الصراحة، بعد اللي اتعمل فينا من الجولة اللي فاتت، الجولة اللي الخوازيق فيها كانت للركب. انا بلعب فانسي من 2013، والجولة اللي فاتت دي كان من اوسخ الجولات اللي عدت عليا لحد دلوقتي فعلا. تعالوا نشوف عملنا ايه في اختيارات الجولة اللي فاتت. تشكيلة السكاوت جابت 37 بوينت، ما شاء الله ما شاء الله. يعني اختيارات الكابتن كانت اجويرو اللي جاب نقطتين في الماتش اللي شفنا فيه تاني خساره للسيتي في الموسم على ايد وولفرهامبتون والحاج مختار. اوباميانج نقطتين، صلاح نقطتين، وبوكي جاب نقطه واحده، وشكلنا هنودعه كلنا قريب. طيب بالنسبه للريسك بيكس كانت يعني مش بطاله. نيكولاس بيبي جاب 6 نقط، سبيستيان هالر جاب 5 نقط، ودانيال جيمس جاب نقطتين. الديفرنشال بيكس كانت يارمولينكو جاب نقطة، ديلفو جاب نقطة، وميندي ما لعبش أصلا. نسيب الكلام عن الجولة اللي فاتت، نبدأ نتكلم عن الجولة التاسعة ونحاول نتدارك خوازيق الجولة اللي فاتت. بس طبعا قبل ما نبدأ لازم أفكركم، لو لسه ما دخلتوش في الدوري بتاع القناة هتلاقي الكود بتاعه دلوقتي على الشاشة أو في الديسكريبشن تحت. الأول على الدوري دلوقتي هو الراجل المحترم اللي اسمه مروان أحمد، وبيشجع اليونايتد تقريبا، وال17 ألف على العالم دلوقتي، فما شاء الله. وبرضو اكيد لو لسه ما عملت السبسكرايب ياريت تعمل سبسكرايب. يلا بينا نبدا بتشكيله السكاوت الاسبوع التاسع من الدوري الانجليزي. في حراسه المرمى شبل من اشبال الكابتن مختار روي باتريسيو اللي هيلعبوا ساوثهامبتون على ملعبه. ثلاث مدافعين، بريرا قدام بيرني والدرفايلد قدام واتفورد، على امل ان توتنهام تفوق من الغيبوبه اللي هم فيها دي. والكسندر ارنولد اللي ثابت معانا في كل التشكيلات تقريبا. اربعه في خط النص، سون، ستيرلينج اللي معاكن علينا بقاله كتير، وميسون مونت، والغازي اللي عامل موسم ممتاز الصراحه مع استون فيلا لحد دلوقتي ولازم نديله حق. وثلاث مهاجمين، ابراهام قدام نيوكاسل، وفاردي قدام بيرني، وكالوم ويلسون قدام نورتسي، وهن كابتن فاردي. طب بالنسبه لاختيارات الكابتن، عم هاري كين ربنا ينفخ في صورته، وابراهام هداف الدوري لحد دلوقتي، وخيمينيز قدام ساوثهامبتون، واخيرا جيمي فاردي. طيب الريسك بيكس، كالوم ويلسون قدام نوريتش، ويزلي قدام برايتون، وصلاح قدام اليونايتد في الاولد ترافورد. ودي ريسك بيك مش عشان اليونايتد جامدين ولا حاجه، بس عشان صلاح لسه ما جابش فيهم ولا جون لحد دلوقتي. طيب بالنسبه للديفرنشال بيكس، اول واحد هودسون أودوي اللي شفناه بيلعب اساسي الماتش اللي فات وعمل اسيست، هو مع 1.5% بس. الغازي اللي لسه متكلمين عنه من شويه هو مع 1.6%، واخيرا نيكولاس بيبي قدام شيفيلد مع 3.5% بس. وقبل ما انهي الحلقه عايز اتكلم عن كذا حاجه. اولا، هل مانشستر سيتي هتنزل تكسر عظم كريستال بالاس زي عملت في واتفورد بعد اول خساره ليهم في الموسم؟ اولا كل شيء وارد، بس ما اعتقدش. لو كمان ممكن يبقى ماتش رخم جدا على السيتي وكريستال بالاس تعملها معاهم وتعطلهم تاني. انا فاكر ان الموسمين اللي فاتوا كريستال بالاس عطلت السيتي على الاقل مرتين، ومنهم موسم كان اول خساره او تعادل لسيتي في الموسم كان حاجه زي كده. وكمان انهم عاملين موسم ممتاز لحد دلوقتي، الفرقه في المركز السادس في الدوري لحد دلوقتي، ورابع اقوى دفاع في الدوري بعد ليفربول وليستر وشيفيلد، دخل فيهم 8 تجوان منهم 4 تجوان في ماتش واحد قدام توتنهام، خسروا ماتشين بس من الثمانيه وطلعوا كلين شيت في 3 ماتشات، فده معناه انهم عاملين اداء محترم ولا يستهان بيهم نهائي. طب هل انا بستبعد ان السيتي يكسب سكور الماتش ده؟ لا، كل شيء وارد، بس في حاله انهم يحطوا جون بدري في الماتش فالماتش يفتح زي ما حصل في ماتش واتف، انما لو الجون اتاخر اعتقد ان الماتش هيتصعب عليهم جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه، ماتش اليونايتد وليفربول، هل اليونايتد هتقدر تعطل ليفربول لاول مره في الموسم؟ ده السؤال المهم. تفتكر يا كابتن؟ تفتكر يا انسه؟ يا ريت تقولوا رايكم في الكومنتات في الموضوع ده. هل في امل ان اليونايتد يعطل ليفربول الماتش الجاي ولا لا؟
رأيي الشخصي أعتقد إن بنسبة كبيرة صعب جدا يونايتد تعمل حاجة قدام ليفربول. هجوميا ما عنديش أي ثقة في هجوم اليونايتد إنه يقدر يعمل قلق لدفاع ليفربول، ودفاعيا بالذات مع إصابة دخية وعدم جاهزية بيساكا برضه ما ظنش إنهم هيقدروا يستحملوا الريتم السريع اللي بيلعب بيه ليفربول كلوب. ده كان كل اللي عندي عن الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي. لو عندك أي سؤال عن الجولة التاسعة أو عن الفانتسي بشكل عام ياريت تكتبه في الكومنتات. بس كده، كان معاكم محمد الفشاوي، أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم.